يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، سائل من الجزائر يقول: عندنا مدرس لما سئل عن حديث خلق آدم على صورة الرحمن قال: لا تسألوا عن هذا يا أهل الفتن، اتركوا هذه الأشياء فإن فيها خلاف بين العلماء، هل جوابه صحيح؟ لا، ما هو صحيح، والحديث على ظاهره حق على حقيقته، نثبته كما جاء ولا نتدخل في الشكوك والأوهام. وأما كونه خالف فيه بعض العلماء وبعض الأئمة فهو مخالفة غير صحيحة، قد رد عليها العلماء، ومن أحدث من رد عليها وبينها الشيخ عمود التويجري رحمه الله، جواب أهل العلم والإيمان عن حديث خلق آدم على صورة الرحمن، وهو مطبوع وموجود. نعم.